سمعت عن صلاة الأوابين التي تصلى بعد صلاة المغرب، هل هذه الصلاة مشروعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة بعد المغرب فيما بينها وبين العشاء مستحبة، فيها فضل عظيم، وهي من صلاة الليل، ورد وصفها بأنها من صلاة الأوابين. وكذلك صلاة الضحى ورد وصفها في الصحيح أنها صلاة الأوابين، وذلك حين ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي حينما تظهر حرارة الشمس على وجه الأرض، فالصلاة صلاة الضحى في هذا الوقت أفضل. نعم.